واني ذا اسوي زين هسه هو بال87 كان 83 من اجيتني اوكي بس تاخذ نفس ابدا لا تخاف من من اخذ النفس ابدا بالعكس يا عفية اريد يا قوية عفية عفية على كيفك من تحس انه انت تعرف تبدي تاخذ ريست تاخذ نفس على كيفك على كيفك تاخذ نفس عميق ترتاح لساعة ساعتين وتكرر الموضوع يوميا بهذه الطريقة كل ما طلعت من البلغم من صدرك كل ما تمثلت بالشفاء خلال فترة ما تتجاوز 72 ساعة يعني 3 ايام شوف الاكسجين شلون بدا يصعد شوف الاكسجين 94 95 97 98 98 بوعة هسه انا كل شيء ما سويت يعني ما سويت لك شيء غير هذه العملية كررها 3 ايام تجيني تقول طبت اوكي 3 ايام مو اكثر تفضل اوكي شوف بدا هسه ينزل السكر عندي يصعد والضغط ينزل انت مرعوب من لا والله ما خايف والله صحيح ما يخالف بس كاتم انفاسك من تكتم انفاسك يستمكن منك المرض اذا استمكن منك سوانا هاي الكارثه بدا يتجمع الى ان يخنقك بحيث يوصل الاكسجين مالتنا الى السبعينات وبعد ما نقدر نسوي انقله للمستشفى خلي على السي باب صارت عندنا المشاكل المهم انا اقول العلاج في البيت علاج الحاله فقط شجع نفسك على ان تتنفس تنفست ثاني اعطيك الدليل بيدك مو من يمي اخلقه 98 قدام ابنك الاخ عيني من اخوك من 83 85 دي يصعد ل 98 بمجرد ده تتنفس صح بمجرد ده تسوي تمارين التنفس ما يحتاج لك اكثر فراح نعطيك وياها العلاج هسه اقول لك على السكر بالنسبه